تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي. لغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق، في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحة شعرا بمداد الأشواق، شعرا بمداد الأشواق. ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي، لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأذواق، ولدى الضراب بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي، هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي. قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق، في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي، أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق. أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا، وبها سنطير لآفاقي. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي، يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس الصدر مليء بكلام، هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا. تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي. قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق، في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق، شعرا بمداد الأشواق. ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي، لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأذواق، ولدى الضراب بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي، هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي. قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق، في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي، أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق. أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا، وبها سنطير لآفاقي. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي، يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس